هاد الوصفة كتسمى بالمريس ولا أقرنيجان باللغة الأمازيغية، الزميطة باللغة العربية. كياخدو الشعير طبيعي فكيقليوه فوق العافية، من بعد كيطحنوه، من بعد أنه كانوا نقوه وغسلوه كيخلطوه مع الأعشاب الطبيعية كالزعترة، الزعتر، تيميجا، كل واحدة شنو كيدير اللي كيخلطوه مع الخروب، كيخلطوه مع القرنفل، وهنا عاد كيخلطوه بالماء ولا العسل. هذا مني كيخلطوه بالماء كيتسمى المريس، أي أنه كيتمزج بالماء، والناس كياكلوه هكا وعايشين به وما كيحسوش لا بالجوع لا بالعطش. وأنا ذاك من الناس ما كيعرفوش بالمميزات ديال هاد الوصفة، إلا أنه تظهر أن الشعير عنده بزاف ديال المنافع، وغني بزاف بالمعادن، وغني بالنحاس، وغني بزاف ديال مواد اللي كتحمي الجسم ديالنا من بزاف ديال الأمراض. فهاد الشعير اللي كنسميوه الزميطة أو المريس فغني بواحد النسبة عالية من النحاس والحديد والأملاح المعدنية، وهو مزيان الكلي، مزيان الأمراض ديال اللي كيكون عنده العياء الشديد، والناس اللي كيكون عندهم فقر الدم، والناس اللي كيكون عندهم التهابات في المصران ولا في المعدة، ولا الناس اللي كيحسوا بزاف بالعطش. فسبحان الله أنه هاد المريس وهاد الزميطة مني كيشربوه الناس بزاف في رمضان في السحور، كيتسحروا غير بزلافة وحدة، يا كيخلطوه بالماء ولا كيخلطوه بالرايب ولا كيخلطوه بالحليب ولا اللبان، والأغلبية ديال الناس كيخلطوه بالعسل. فسبحان الله العظيم يقدر يديه النهار كامل ما يحس لا بالجوع لا بالعطش. داكشي علاش الأمازيغ ديالنا كيستعملوه، وكتكون الوصفة الأساسية لا بالنسبة للرضع لا بالنسبة للناس الكبار في السن لا بالنسبة للشباب ما كيحسش بالعطش، واخا ديك الساعات راه كتكون الناس كيصوموا اكثر من 12 ساعة وكيكونوا خدامين وتمارة وكيكونوا خدامين يعني في الجبال، يعني الحرارة كيكون منه الحرارة ماشي بحال اليوم في المدينة كلشي كاين لا كليم، كلشي يعني كلشي جالس في الظل. ولهذا فهاد الوصفة الناس اللي خصهم يعرفوا باللي الشعير عنده واحد الميزات اللي مزيانه طال الشعر، مزيانه الشعر، مزيانه كتقوي المناعه، اي كتزيد في نسبه الكريات البيضاء، وكتزيد في الماء، وكتزيد في تقويه، كتزيد في تقويه الجسم انه يدافع على راسه، يعني كتعطينا واحد القوه سبحان الله العظيم، ولا واحد المناعه اللي واخا الاغلبيه ديال الناس غايقولوا هذا الشيء راه ما كاينش، ولكن شوفوا غير الناس اللي كيرعوا على الزرع البلدي انهم راه ما كيحسوش بالامراض، انهم كيكونوا قويين. كتلقى تبارك الله الشرف كتكون عنده 100 عام باقي كيجري، باقي غيعيك، باقي غيهضر معاك، باقي شاد فراسو، لا امراض مزمنه، لا فقر الدم، لا روماتيزم، لا كيضروني رجليا ولا شي حاجه. كتلقاه تبارك الله ناضي حتى كيدي مول الامانه امانته. بالنسبه للزرع دابا راه الحمد لله عطى كاين الزرع، كاين الخير، كاين واحد الارتفاع هذا راجع للجفاف والشتاء، راه شحال هادي الله هذا العام الحمد لله شفنا شويه تاع الشتاء والحمد لله. اما بالنسبه للزرع فالثمن ديالو ما كيتعداش 4 دراهم ونص، حتى 5 دراهم، حتى 6 دراهم. يعني انك تاخذ كيلو ديال الزميطه او المريس كيتقام عليك ب 20 حتى 25 درهم، يمكن بكيلو ولا جوج، يمكن تبارك الله يديوك رمضان كامل. يعني واحد الوصفه اللي هي رخيصه وغنيه وطبيعيه، وماشي غير كتشبعك ولكن انها كتعطيك الدواء للجسم ديالك، كتنقي الجسم من السموم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريسو.